عبر الهاتف السيد علي حمد عضو تجمع ساحات الثورة بمدينة سبا. بداية سيد علي، أهلا وسهلا بك، ونود سؤالك عن وعليكم السلام ورحمة الله. نود سؤالك عن الأوضاع بمدينة سبا الآن. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وكل من والاه. نشكركم جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة أخي فاضل. حاليا في مدينة سبها الوضع مستقر نسبيا، أمور على ما يرام الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. الأمور ماشي ولله الحمد، بارك الله فيك. نعم. كيف تردون كتجمع لساحات الثورة في سبها على الادعاءات التي تطلقها ميليشيات الكرامة بالسيطرة على المدينة؟ أولا بما يسمى بالكرامة يحاولوا كسب سبق إعلامي بأنهم سيطروا على مدينة سبها، ولكن للعلم أن مدينة سبها حاليا لا تزال تحت سيطرة أهالي مدينة سبها، أو بالأحرى مديرية أمن سبها وقوة المكلفة وهي قوة سابقة إلى هذه اللحظة. بالنسبة لمدينة سبها خصوصا لا تزال تحت سيطرة مديرية الأمن والمجلس البلدي، وبالنسبة لقاعدة من الهند لا تزال تحت سيطرة القوة الثالثة. والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى إن نحن جميعا يعني ضد أي تدخل مسلح أو انتظام مسلح بين أهالي سبها لا سمح الله، أو بما يعرف ب كرامة أو ما أدراك ما الكرامة. نحن جميعا ندعو أهالي سبها أن يعني يحاولوا ضبط النفس ولا ينجروا وراء هذه الأجندات تدعو للمواجهة المسلحة، لأننا نحن جميعا نعرف جيدا أن الوضع الجغرافي لمدينة سبها وضع خاص، وأن أي مواجهة مسلحة أو يعني سوف تؤدي الى تفاقم الامور اكثر من السبق، لان جميعا نعلم ان سبها وضعها جغرافي يختلف عن باقي المدن، ان اي شيء او يعني اي مواجهه مسلحه تؤدي لانقطاع مستلزمات الحياه، مثلا على سبيل المثال مثل الوقود والغاز والى اخره، لان حدوث اي صراع مسلح فانه لا ياتي بخير على مدينه سبها. يعني ندعو جميع اهالي سبها ان يضبطوا النفس وان يدعو الجميع الى عدم المواجهه المسلحه. يعني نعم، السيد علي حمد عضو تجمع ساحات الثوره بمدينه سبها، شكرا جزيلا.